بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل اليوم الموضوع الأخير في محاضرات صناعة وتلوث البيئة، وهنتكلم فيه على Solid Waste. Solid Waste is any material unused and rejected as worthless or unwanted and useless for profitless activity. يعني هي عبارة عن المادة، تعريف النفايات الصلبة، هي عبارة عن المادة الغير مستخدمة واللي احنا بنسميها كريجكتد او حاجات ليس لها قيمة وغير مفيدة في اي نشاط اقتصادي مفيد. طيب in general the types of waste، اول حاجة solid waste، liquid waste، gaseous waste. عندي في نفايات صلبة، نفايات سائلة، نفايات غازية. Animal byproduct اللي هي المخلفات الحيوانية، biodegradable waste اللي هي النفايات القابلة للتحلل، والبيوميديكال ووست اللي هي النفايات اللي هي البيوميديكالز اللي هي المخلفات الحيوية زي مخلفات المستشفيات، البالكي ووست اللي هي النفايات كبيرة الحجم، البيزنس ووست نفايات الأعمال، كيميكال ووست النفايات اللي خارجه من الكيماويات زي مصانع الكيماويات، مصانع الاسمده، كل هذا. كلينيكال ووست اللي هي النفايات السريريه زي الموجوده في المستشفيات. الكافي ووست اللي هي النفايات اللي هي من الكافيهات. الكوميرشال ووست النفايات التجاريه زي اي نفايات مخلفات، حاجات عن تجاره، الاجزاء اللي بتحط فيها المنتجات، كل الكلام ده بدي نفايات. constructions and demolitions اللي هي الهدم والبناء، المخلفات بتاعتنا بتبقى موجوده، انت بتشوف اي مبنى بيتهد بيعمل لي مخلفات قد ايه. الcontrolled waste النفايات اللي ممكن تتحكم فيها، والconsumable waste النفايات اللي ممكن تستهلك او تتاكل، والcomposite waste اللي هي النفايات المركبه. دي كلها انواع النفايات اللي موجوده عندنا، وزي ما قلنا تقسيمهم، في عندي ان جنرال سوليد ووست، في عندي ليكويد ووست، وفي عندي جازيوس ووست. كل هذا الكلام احنا بنقدر نجمعه ونقول التايبس اوف ووست اند مانجمنت عشان نقدر ندير هذا الكلام. فبنقول انه عندنا ده تايبس اوف سوليد ووست الكاركترستيك اند مانجمنت. فاول حاجه السوليد ووست، اول حاجه عندنا المونسيبال اللي هي المخلفات بتاعة الأحياء، اللي هي الأحياء السكنية، الأحياء الموجودة عندنا، زي إيه؟ الفود ووست، مخلفات الأطعمة، الرابش اللي بيطالع من الشركات الصغيرة، من الرابش اللي موجود من أي ورشة عندنا، الأشز اللي هي الرماد، and residuals وأي residuals اللي هي الأجزاء المتبقية من أي حاجة وبتترمي في الاحياء عندنا. وده السورس بتاعها ريزيدنشال كوميرشال تريتمنت بلان زي ما قلنا، الاحياء السكنيه والاحياء التجاريه ومحطات المعالجه. لما نيجي السوليد ووست اللي جايه من الصناعه، تاني حاجه زي ما قلنا الرابش والاشز اند كونستراكشن ووست. طبعا المصانع والورش الكبيره بتطلع لي كميات رابش كتيرة، زي مثلا انت عندك ورشة بتعمل خلاطة او بتعمل اي حاجة بيطلع لي الرابش بتاع الحديد، بعمل محرك حاجة بيطلع لي الرماد اللي موجود عندنا، كذلك عملية المباني ومخلفات المباني. ودي المصادر بتاعتها، عمليات الميتال فينيشنج شوب اللي هي زي ما قلنا الورش بتاعة الميتال فينيشنج، والفوتو لابراتوري، وامثلة اخرى كتير لهذا الكلام. المصدر الثالث هازارديس، بعض النفايات الصلبة الخطرة، ودي بتكون اجنيتابل ووست اللي هي النفايات القابلة للاشتعال، او الكوروسيف النفايات القابلة للانفجار. وطبعا دي بتكون مصدرها الهوسبيتالز والبيولوجيكال ريسيرش فاسيلتيز اللي هي معامل البحثية في البيولوجيكال. في عندنا يونيفرسال ووستس اللي هي النفايات بعامة كتيرة زي الباتريز، البطاريات، البيستسايدز اللي هي المبيدات الحشرية اللي هي بتاعت الحشرة، والمريكوري الزئبق. زي عندنا مصادرها اللابوراتوري،
مونتيشنز اند مانيفاكتشرنج بلانتس، عمليه اللي هي اماكن التصنيع او محطات التصنيع. يبقى احنا شفنا هنا انه مصادر النفايات الصلبه ممكن تكون من الاحياء، ممكن تكون من الصناعه، ممكن تكون عندي مصادر خطره، ممكن تكون عندي مصادر عامه للنفايات. الكاركترستيك اوف هازارديس ووست، خصائص النفايات الخطره، اول حاجه اجنيتابيليتي، قابليه الاشتعال. ثاني حاجه كورسيفلي، قابليه الانفجار. رياكتيفيتي اللي هي قابله للتفاعل مع اي ماده ثانيه. توكسيتي السميه، انها تكون سامه. هايلي انفلابل اور اكسبلوسيف، تكون قابليه اشتعال عاليه وقابليه انفجار عاليه. رياكت وين اكسبوز تو سيرتين ثينج، ده ممكن تتفاعل اذا تعرضت لاشياء اخرى تؤدي الى التفاعل. دي خصائص مشتركه للنفايات الخطره. طيب ايه تاثير النفايات على صحه الانسان او على البيئه ان جنرال؟ يبقى امباكت افكت اوف سوليد ووست، اول حاجه هيلث هازارد اللي هي المخاطر الصحيه. يبقى كرييت ان sanitary conditions، بتخلق ظروف غير صحية. lead to epidemic outbreaks، بتؤدي إلى بعض الأمراض اللي هي المستديمة. many diseases spread، بتؤدي إلى أمراض أو انتشار الأمراض. improper handling of solid waste is a health hazard، يبقى بنقول عملية التحكم الغير صحيحة في السوليد ووست بيؤدي إلى مخاطر صحية. أما بالنسبة للمخاطر البيئية أو التأثيرات على البيئة اللي هي environmental impact، decompositions and purification decay take place، عملية تحلل بتحدث عندنا لبعض هذه النفايات. طب بيؤدي إيه؟ generate obnoxious odors اللي هي بتؤدي إلى انتشار روائح كريهة، وده هتلاقيه دايما عند مقالب القمامة، عند بعض الحاجات اللي فيها تراكم للنفايات. في عندنا زي ما احنا شفنا الخصائص العامة، عندنا بعض الفيزيكال بروبيرتس اوف سوليد ووست. يبقى the physical compositions must include individual components, particle size, moisture content, density of solid waste. يعني المكونات الفرديه بتاعت كل عنصر من عناصر هذا السوليد ووست، البارتكل سايز حجم الجزيء بتاعها، نسبه الرطوبه مهمه جدا الموتشر كونتنت، والدنسيتي اوف سوليد ووست. ان شاء الله المحاضره القادمه نستكمل باقي كلامنا عن النفايات الصلبه.